مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لك الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب باليدوس. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في تمام الساعة 9 ليلا بكل من توقيت المغرب وتونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة بين سبورت واحد الناقل الحصري لهذه المباراة، وتجدون البث المباشر لهذه المباراة في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بالمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونتمنى لكم فرجة ممتعة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.